ناكل السيداف والغاف من دارنا ماهوب يالين، لو يومنا يعد بالآلاف للملكة ماهوب عانين. أنا فاطمة أحمد بن بخيت النعيمي، عمري 17 سنة، أدرس هندسة في جامعة نيويورك في أبوظبي، وشغفي هو القراءة. فزت بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات، والمركز الرابع على مستوى الوطن العربي. أنا ربيت في بيت يحب القراءة ويقدر العلم، والتعليم كان من أول الأساسيات اللي ربيت عليها، فالقراية شيء تعودت إني أقرأ. الكتب كانت دائما من حولي، حبيتها من يوم أنا كنت صغيرة وما فرقتها من هاك اليوم. القراءة أضافت لي الكثير، نمت فكري، صقلت شخصيتي، أوسعت مداركي، قمت أحس بالناس من حولي أكثر، أحترم الاختلاف أكثر بسبب كلمات قريتها على ورقة في يوم من الأيام. أغلبية قراءاتي ما تكون في البيت، أحب أقرأ في الطبيعة أكثر، أرتاح أكثر. القراءة مهمة بالنسبة لي لأنها غيرت حياتي، أفكر في أفكار أنا في عمري ما خطرت على بالي، سمحت لي أني أسافر إلى المستقبل أو أرجع إلى الماضي، أوصل إلى عوالم مختلفة، أني أتعلم عن أشياء أنا في عمري ما كنت ممكن أن أنا أتعلم عنها. نظرتي للحياة تتغير كلها من خلال القراءة، ولذلك أدعو كل من لا يقرأ لأن يقرأ، لأنها تجربة غيرت حياتي وبتغير حياتكم. أحب البر وشد الرحايل، وشيد خيمتي في كل وادي، وأحمس البن ما بين المقايل، العزيم الشوق والورقة تنادي. هاللحظة ما بنسها في حياتي، لحظة أضافت لي الكثير، كانت لحظة مسؤولية وشرف في نفس الوقت، أن أنا بمثل لوطني دولة الإمارات، وهو أكبر وسام شرف، وأني أوقف عند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فخر لي ويزيدني شغف أن أنا أشتغل، أن أنا أستوي أحسن، ونحن كشباب إماراتي وكإماراتيين محظوظين أن موجودين في دولة تدعم القراءة وتدرك أهمية التعليم في بناء الأجيال المستقبلية، وأنا متأكدة أن القراءة بتستوي أسلوب حياة. فعمري الحين طموحي وايد كبير، ما في مجال واحد أبغى أحقق فيه شيء، أبغى أجرب وايد أشياء، ولكن الشيء الوحيد اللي ما أبغى أفقده هو شغفي للقراءة. دوروا شيء تحبونه، شيء يهمكم، سؤال يراودكم، وقرأوا عنه وبتحبون القراية.